عم الجهال لا ابرياء ولا فقره. على هذا الجاهل سوى بيه دقه اليوم، ضحك علي وما سوى بيه دقه، ضحك علي والله العظيم. جالي واحد صغير قال انا عمه يتمن ابو العربي، قلت له هذا عمه يتمن ابو العربي، اعطيته تمن ابو العربي، خذها بالعلاقه راح رجع، قال عمه راح ارجع واخذ محمود نفسه، محمود نفس السعر، قلت له ما يخالف. اجيت اصفط بالسلعه، وصلت هنا ما وعد، لقيت هذا ايش عبالي، عبالي طايح على ظهره، فصار شكله يختلف، هذا ابو الحصان قريت، هذا ابو العربي. الاخو شو مسوي؟ عنده واحد من هذا، هذا مو حلو، سوى خذ هذا يشبهه رجعه وخذ هذا. يعني هي الموضوع كله سوى، خذ من هذا الاصلي وخذ هذا بداله، رجع هذا خذ هذا. يعني انا انطرح الزوج، يعني انا انطرح الزوج، فرق جاهد ضحك علي ما لنا، بس هسه اذا ينباع يا ريت اقول له خوش تمن جربه شوفه ما يقنع.